فاضل من جديد بالطبع ضيف المورنينج مع زميلة حبيبة محمودي وضيفها المحترم. حبيبة صباحك سعيد، صباح الخير متألقة خالد، كالعادة. الله يخليك. أهلا بك شكرا حبيبة. شكرا زميلي يا قمر الدين. صباح الخير مشاهدي قناة شروق نيوز، أهلا بضيفنا الكريم السيد إبراهيم بن علي مدير الاتصال والعلاقات العامة بالمديرية العامة للضرائب. أسئلة ستكون شيقة بالطبع لأن الموضوع يتحدث عن الضرائب. ضرائب نعم، والشكاوى المتعددة من طرف المتهربين ضريبيا دائما. أول سؤال نبدأ به حوارنا هذا سيد بن علي، هو الحكومة الجزائرية تعول بشكل كبير على المداخيل الضريبية خاصة في ظل الأزمة التي تمر بها بعد السقوط الحر لأسعار النفط في السوق الدولية. هل من تقييم إجمالي للمداخيل التي حققتها المديرية إذا كان ممكن؟ نعم، هذا سؤال وجيه، وأشكرك على السؤال، لأن السياسة الجديدة للحكومة هو الاعتماد على الجباية العادية، لأننا نعرف بأن الجباية البترولية ترتكز على سعر البترول، ونعرف منذ سنة 2014 سعر البترول بدا ينهار تدريجيا إلى أن وصل في بعض الأحيان إلى أقل من 40 دولار، وهذا أثر سلبا على ميزانية الدولة خاصة فيما يتعلق بمداخيل جباية البترولية بعدما كانت تشكل الجزء الكبير من ميزانية الدولة. أصبحت حاليا الجباية العادية هي اللي خدات الدور الأساسي، بحيث على سبيل المثال فقط بالنسبة لسنة الجباية العادية شكلت 60% من الميزانية، في حين أن الجباية البترولية شكلت في حدود 40%. هذا يعني بأن الدولة تعطي ابتداء من تعطي أهمية كبيرة بالنسبة لمداخيل الجباية العادية، وذلك نعرف بأن السياسة الاقتصادية والاجتماعية الحالية للدولة هي نجم نقول بصفة عامة ما تغيرتش، ولهذا أصبح الاعتماد أكبر اليوم على الجباية العادية، أي مداخيل الجباية اللي تحصلها إدارة الضرائب وإدارة الجمارك وإدارة الأملاك العامة. لكن نعرف بأن الجباية العادية تتشكل خاصة من مداخيل إدارة الضرائب. على سبيل المثال بالنسبة لسنة 2017 المداخيل تاع الجباية العادية كانت في حدود 3300 مليار دينار جزائري، في حين وفي هذه 3300 مليار دينار جزائري كانت مداخيل إدارة الضرائب في حدود 2900 مليار دينار جزائري، لأنها هكذا فهي تشكل النسبة أو العائد الأكبر بالنسبة لمداخيل الجباية العادية. هذا بالنسبة للجباية العادية. حتى حاليا الاهتمام أكبر على الجباية العادية. لما نقول كاين تطور في الجباية العادية معناه أن هناك نشاط اقتصادي، لأن الجباية العادية يدفعها المتعاملين الاقتصاديين. ولما نقول أيضا بأن الجباية العادية هي أصبحت تشكل الركيزة الكبرى لميزانية الدولة، معناه أن إدارة الضرائب تقوم بدور كبير في تحصيل الضريبة، لأن هنا ماهوش لأن إدارة الضرائب حاليا راهي تقوم بالعصرنة من أجل تحسين المردودية. سيد بن علي، كشفتم عن رقم 2900 مليار دينار، هذا يخص سنة 2017، لكن اليوم رانا مضينا السداسي الأول، 6 أشهر مضت من 2018، كيف تقييمكم للمداخيل العادية؟ بالنسبة للمداخيل الجباية بصفة عامة فهي أيضا تعرف ارتفاع، بحيث إلى غاية نهاية شهر ماي كانت في حدود 10% مقارنة بالسنة الماضية. ارتفاع في بنسبة 10%. نعم، بالنسبة لميزانية الدولة. ونعرف أيضا بأن أسعار البترول ارتفعت مقارنة بالسنة، هذا زاد أيضا من مداخيل الجباية البترولية.
نعم، برغم أن المجهودات التي تبذلها المديرية العامة للضرائب إلى أن عدد المتهربين أو المتهربين ضريبيا ما زال يعني عائق أمام المديرية، خاصة يعني شحال عدد المتهربين إلى غاية اليوم؟ كيف ستتعاملون معهم من أجل جلب هذه الأموال؟ بالنسبة للمتهربين من الضرائب، كاين واحد المثل يقول بأن التهرب في الضريبة كالظل بالنسبة للإنسان، أي أن منذ القديم، أي منذ أن ظهرت الضريبة وكاين التهرب، والجزائر كبلد أو كجزء من هذا العالم فهي ماهوش استثناء بالنسبة للتهرب الضريبي. لكن لما نقول هناك تهرب ضريبي هذا واقع، لكن نظن باللي أن الأهم هو أننا نحارب هذه ظاهرة التهرب. كيف نحاربها؟ أولا، حاليا إدارة الضرائب تقوم بما يسمى بالعصرنة، دونك سي لا مودرنيزاسيون. العصرنة معناه انه كل نعم، لكن هي العصرنة هي وسيلة من وسائل محاربة التهرب، لان لما نقول بان كل شيء يكون مدون الكترونيا حب يقول ان التهرب يصبح صعيب. اولا، هناك عدة اتصالات ما بين إدارة الضرائب والإدارات الأخرى، سواء كانت السجل التجاري، الجمارك، البنوك، إلى هذا ايضا يسمح لاداره الضرائب باش تحارب هذه الظاهره. ثالثا، لما نقول هناك تهرب ضريبي لابد ان اداره الضرائب عندها وسائل قانونيه تسمح لها بمحاربه هذه الظاهره. كم وصلت قيمه الاموال التي عجزت مديريه الضرائب عن تحصيلها؟ والله التهرب الضريبي كانت ارقام سابقه كشفت عن 95 مليار دولار على ما اعتقد. لا، انا واش نقول، هذه ما ولا كانت هذه الارقام هي قديمه نوعا ما، لكن نقول بهذا القرار هي اولا منذ 62. ثانيا، ان اغلب هذه الارقام هي غرامات قضائيه. وثالثا، ان المعنيين بهذا ايضا هذه الغرامات هي شركات انحلت او اصحابها توفوا. كل هذا نعم هذا الرقم، لكن لازم نواجه الحقيقه تاع الارقام. هذا من جهه. من جهه اخرى، لازم نحارب هذه الظاهره التهرب الضريبي. قلنا العصرنه، عندنا ايضا هياكل في المديريه العامه للضرائب سواء على المستوى المركزي او على مستوى المصالح الخارجيه لتحارب هذه الظاهره. هناك عندنا وسائل ايضا وسائل الرقابه. عندنا لما نحارب حاربتوا الظاهره، حتى من وصلت بعض المتهربين تم سجنهم، لكن رغم ذلك ما زال هناك عجز في تحصيل الضريبة. لا، لما نقول كاين الناس دخلوا السجن لأن التهرب الضريبي هي جريمة جنائية، بالإضافة إلى أنها جبائية فهي جنائية أيضا، والقانون عليها القانون. التهرب الضريبي سيدي المحترم، هل يخص الأشخاص من المؤسسات الخاصة؟ التهرب الضريبي يخص كل المعنيين بالضريبة، سواء كانت شخص طبيعي أو شركة. بعد الوفاة كيف يحدث؟ يعني بعد الوفاة هو أن بالنسبة طبقا للقانون أن الديون جبائية تروح للورثة، المعنيين بالأمر يدفعوا الضريبة. وحتى بالنسبة للضريبة إذا كانت شركة فهناك ما يعرف بالتضامن بالنسبة لدفع ديون الشركة ما بين الشركاء. كل هذا يمنح للإدارة حق باش ترجع على كل هذا الأشخاص المعنيين بدفع الضريبة. كم تقدر الأموال التي عجزتم عن تحصيلها؟ والله ما كاش مع الناس رقم. طبيعة التهرب الضريبي هو أن ألي أن كومونسيراب لا فرود ألي أن لا يمكن قياسها. ولو كان نتمكن باش نقيسها حب يقول ماناش في ظاهرة التهرب، لأن التهرب عنده عدة أشكال. هناك شخص معروف لدى إدارة الضرائب لكن ما يصرحش بكل الارباح تاعو او رقم الاعمال. عندنا اشخاص ما همش معروفين عند اداره الضرائب، عندنا اشخاص يمارسوا نشاط لمده قصيره جدا ثم يروحوا. كل هذا يجعل من ان هذا
ظاهرة لا يمكن قياسها من حيث الرقم، لكن الأهم هو أننا نحارب هذه الظاهرة بالقانون، بالهياكل، وبالمراقبين تاعنا، لأن المراقبين كوناهم في محاربة التهرب الضريبي. متى تصلون يعني لمرحلة الحبس، حبس المتهرب ضريبيا؟ والله حبس هو، هل هناك يعني إعذارات مسبقة؟ لا، الحبس ماهوش من اختصاص إدارة الضرائب. بعد الدعاوى القضائية ترفع على مستوى العدالة. الحبس هو من اختصاص القضاء، هذا أولا. أن القاضي لما يشوف بأن هذا التهرب أصبح يشكل جريمة، هنا يدعي لهذا المتهرب من الضريبة، وعنده المتهرب كل الوسائل، كل إجراءات اللي يمنحها القانون باش يدافع على نفسه. ونعرفوا بأن حتى لو أن إدارة الضرائب هي اللي رفعت الشكوى، فإدارة الضرائب عندها طرق، ماهوش مباشرة، لأن احنا في دفع الضريبة عندنا طريقتين. الأولى هي الطريقة الرضائية، أننا يستدعيو المعني أو يديروا يتفاهموا معاه، هاي هاو نوع الضريبة، هاو رقم الضريبة، هاو تاريخ دفع الضريبة، نعطوا له حتى جدول يتفاهم مع قابض الضرائب، وهذا الجدول يحترمه، لأن لازم يوقع عليه هذا المعني بالضريبة، يوقع عليه. هناك خطوات، هناك خطوات، وفيما بعد إذا هذا المكلف ما احترمش هذا الجدول، هنا إدارة الضرائب لها الحق في ان ترفع دعوة قضائية. شكوى او دعوه قضائيه باش هنا ما يعرف بالدفع الاجباري. هنا راح ابتعدنا عن الدفع الاختياري، واصبحنا هنا في منطقه تاع الدفع الاجباري، سواء عن طريق الوسائل اللي يمنحها القانون اداره الضرائب باش تمكنها من كحجز مالي المدين لدي الغير، او حجز بعض الاملاك تاع المعني هذا بالدين الضريبي، او حتى رفع التظلم لدى الجهات القضائيه. وهنا فيما بعد المكلف او المعني عنده حق باش يدافع على نفسه، عنده يجيب موكلين، محامي، محاسب، مختص في الضرائب يدافع عليه، والحكم الاخير يعود للقاضي. وحنا لما القاضي يصدر حكم، مهما كان طبيعه الحكم، اداره الضرائب ما عليها الا ان تنفذه. هل هناك من إجراءات ردعية أكثر من تلك المعمول بها حاليا من أجل استرداد أموال المديرية العامة للضرائب؟ نعم، الإجراءات هي مثلا، هل ستلجؤون إلى منع حرمانه من امتيازات اجتماعية أو غير ذلك؟ لا، احنا ماهوش من اختصاص تاعنا، هو اختصاص تنسيق مع باقي السلطات أو المديريات. اختصاص تاعنا هو أننا نستعمل كل إجراءات اللي يمنحها القانون، سواء كانت حجز أو رفع شكوى لدى القضاء، لكن عن كل ما يتعلق الامتيازات الاجتماعيه هذه ما القانون ما يمنحناش، وما نجموش نروحوا للجانب الاجتماعي للفرد. ننتقل سيد بن علي الى الجبايه البتروليه. كانت في السداسي الاول على ما اعتقد سنه 2017 كان سجلت ارتفاعا باكثر من 1100 مليار دينار. منذ تلك الفتره الى غايه اليوم، سنه من بعد، هل هناك ارتفاع ام انخفاض في ظل التقلبات التي تشهدها السوق الدولي؟ الجبايه البتروليه هي مقارنه بالسنه الماضيه عرفت ارتفاع، لان الجبايه البتروليه مرتبطه ارتباط مباشر بسعر البترول. ونعرفوا بان معدل تاع سعر البترول بالنسبه للسداسي الاول من هذه السنه مقارنه بالسنه الماضيه فعرف ارتفاع، هذا ياثر مباشره على الجهه. كم ارتفعت النسبه اذا كان في حدود 23% مقارنة بالسنة الماضية. هل سجلتم بعض المؤسسات البترولية أجنبية أخص بالذكر رفضت دفع جبايتها، رفع رسومها الضريبية بسبب فعل، هناك بعض المؤسسات من تأثرت بفعل الأزمة بسبب تقلبات في السوق الدولية، هل سجلتم هكذا حالات سيد بن علي؟ لا، المؤسسات الأجنبية كغيرها من المؤسسات الجزائرية هو مكلف بالضريبة وعليه واجب بأن يدفع الضريبة، وعنده نفس الحقوق وضمانات ونفس الالتزامات التي تقع على الشركات الجزائرية أو شركات القانون الجزائري، وعليها التزام بدفع الضريبة كغيرها من الشركات. في حالة ما إذا لم تلتزم، القانون يمنحنا باش نستعمل كل الإجراءات
باش نجبر هذه الشركات باش تدفع. نبدا بالاجراءات الرضائيه ثم نلجا الى الاجراءات الالزاميه. كانت في بعض الارقام تكشف عن احصاء اكثر من 100 الف غشاش في البطاقه الوطنيه للغشاشين. بالنسبه للبطاقه الوطنيه للغشاشين في شي ناسيونال دي فرودور، هذا الرقم مازال عندي نفس الرقم يوم الخميس، هذا احصى في يومين، يعني مازال كاين 100 الف في القائمه، لكن نقول فقط بان يمكن 88% من الاشخاص الموجودين في هذه القائمه هم اشخاص ما احترموش الاجراء المتعلق بايداع الحسابات الاجتماعيه لي كونت سوسيو، وهادو مباشره احنا تلحقنا معلومات من وزارة التجارة باش تقولنا باللي هناك شخص أو أشخاص ما وضعوش هذا الحسابات الاجتماعية ونوضعوهم في هذا القائمة. فقط نذكر بأن هذه القائمة هي أن إدارة الضرائب تقوم بتسيير هذه القائمة لحساب ماهوش هو أصلا من اختصاص إدارة الضرائب، لكن هذه القائمة حنا نسيروها نيابة عن البنوك، عن السجل التجاري والجمارك أيضا، وهذو الناس اللي راهو في البطاقة هذه هما ناس اللي ما التزموش ببعض الالتزامات سواء كانت تجارية أو الجمركية أو الجبائية أو البنكية، لأن حتى ما نقول سيبا ما همش غشاشين، لأن الغشاش اللي يمنح الصفة تاع الغشاش هو القاضي، لكن هادو نقولوا أشخاص ما التزموش بالالتزامات التجارية المصرفية الجمركية والجبائية والتجارية أيضا. لماذا يبقى دائما الرقم مستقر في 100 ألف؟ هل يرفض هؤلاء تسوية وضعيتهم؟ لا ما نقولش يرفض، هو احيانا يكون تاخر في التسويه، عاده نسبه كبيره يسويه في معدل الوضعيه. ثانيا ان بعض الاشخاص ينتظر الى اجل ياخر الاجل باش يوضع هذا، وما يديرش في باله بانه سوف يكون في الملف تاع الوطني للغشاشين، ومباشره بعد ما يجي يقوم بعمليه تجاريه الى اخره او عمليه استيراد يقولوا له بلاك في هذا الملف لازم هنا نشوفوه، ومن بعد يروح للسجل التجاري ويسوي الوضعيه، ومن بعد يسمحوا له باش يسترد السلعه تاعو. من الجبال البتروليه ننتقل الى الرسوم الضريبيه التي تمس غالبا جيب المواطن، واخرها كانت رسوم تيفيا، الرسم على القيمه المضافه، التي كانت ستفرض على السيارات المركبه محليا، وهذا الخبر الذي صنع ضجه في قبه البرلمان، وكان وجه لكم حتى تهمة سيد بن علي، قالك بأنه هذه الإعفاءات التي استفادت منها مصانع التركيب المواطن سيدفع ثمنها. المدير العام للضرائب لماذا التزمت الصمت حيال هذه التهم؟ لا، إدارة الضرائب ما التزمتش، هو ماهوش من اختصاص إدارة الضرائب أننا نتكلم على مشروع قانون، لأن القانون هو من اختصاص الجهة المشرعة أي البرلمان، وإدارة الضرائب ماهيش برلمان، ماهوش مشرع. هنا المشرع كان مشروع ما خداش الثقه تاع المشرع، ما صوتوش عليه، واصبح هاد المنتجين تاع السيارات معفيين. احنا نقولوا بان منتجين السيارات هم معفيين من الرسم على القيمه المضافه الى ان ينتهي اجل هذا الاعفاء، وما نجموش نقولوا 5 سنوات على ما اعتقد. نعم، المجلس الوطني للاستثمار عطاهم 5، وهذا طبقا للقانون. وحنا كاداره الضرائب احنا ننفذوا القوانين، لكن كلما تكون فيه تيفيا او رسم جديد على اي منتوج يكون فيه زلزال، يحدث زلزال في السوق، المواطن دائما يدفع ثمن. هل هناك رقابه بعديه بعد ما تفرض المديره العامه للضرائب الرسم على القيمه المضافه؟ مثلا في وقت سابق كانت فرضته 19%، تم رفع نسبتها ب 2%، كان هناك ارتفاع جنوني في الاسعار، كلما يكون فيه رسم جديد الا يكون المواطن يدفع الثمن. هل هناك رقابه بعديه من طرفكم؟ لازم نذكر فقط بان في سنه مثلا في سنه 2017 حتى في سنه 2018، نعم في سنه 2017
المشرع رفع من نسبة الرسم على القيمة المضافة، كانت 7 رجعت 9، وكانت 17 رجعت 19. لكن ذكرنا في هذه السنة بأن المواد ذات الاستهلاك الواسع كالسكر، الحليب، الخبز، الدواء، التأمينات إلى آخره، كلها معفية من الرسم على القيمة المضافة. وإذا كان في رفع في السعر نقول باللي ما عنده حتى علاقة مع الرسم على القيمة، هو أصلا هذه المواد معفية. هذه أولا. ثانيا نذكر فقط بأن هذا بعض المواد عرفت ارتفاع قبل في سبتمبر أكتوبر من سنة 2000، أي قبل أول جانفي 2000. هذا حبي يقول ثانيا ما عنده حتى علاقة بقانون المالية، ولا كانت ارتفاع في آنذاك كانت من محض المضاربة فقط، لأن ما نجمش نقول رفعنا لأن الرسم على القيمة المضافة ارتفعت. ونعاود نقول بلي هذوك المواد ذات ليس ما هم معفيين، ما نجموش نقولوا رفعوا من الرسم تاعهم، هم معفيين أصلا، أي عندهم نسبة 0% من الرسم على القيمة المضافة. هذا أول. ثانيا أن هذا الأسعار هذه ارتفعت قبل صدور قانون المالية، أي أن ما عندوش أيضا علاقة بقانون المالية، سواء أنهم معفيين أو حتى من تاريخ الرفع من سعر بعض المواد آنذاك. وكنا شرحنا بأن هذه كانت بفعل مضاربة، وبعض التجار حبوا يرفعوا، يعني خارج عن نطاقكم. خارج عن نطاقنا، هذه ما وخارج عن نطاق قانون المالية. كان في إجراءات تحفيزية بالنسبة للأشخاص الرافضين لإيداع أموالهم في البنوك بتخفيض نسبة الضريبة على ما أعتقد 7%. لماذا لا تقومون بنفس الإجراء بالنسبة للأموال المتداولة في سوق سكوار مثلا؟ نقول فقط بأن هذا الإجراء تاع ما يعرف برنامج لا كونفورميتي فيسكال فولونتير، هذا كان صدر في سنة 2016، ثم الدولة زادت مدت الأجل تاعو إلى غاية نهاية 2017. نقول بأن ذاك في تلك الفترة كان يخص الناس اللي ما همش مصرحين بالأموال تاعهم، الدولة منحت لهم فرصة باش يسويوا الوضعية باش يخلصوا 7% ويكونوا معفيين من كل المساءلة، سواء كانت الجبائية إلى آخره. ثم هناك أيضا إجراء آخر وهو ما يعرف بال القرض السندي أو القرض الوطني لومبران أوبليغاتير، وهذا أيضا كان سرى في فترة معينة ثم انتهت فترة. وحاليا سمعنا كاع بأن الدولة تقوم باتخاذ إجراءات أو طرق أخرى من أجل التمويل، ما يعرف بالفينونسمون ألترناتيف، وفي كل مرة الدولة تحاول باش تجلب هذا الناس اللي ما يصرحوش بكل المداخل تاعهم، هذا من جهة. ومن جهة أخرى حتى بالنسبة للتشريع الجبائي هو أنه يمنح بعض المنقوش امتيازات، لكن هما ما يسمى لي سانكسيون، العقوبات الإيجابية، لي سانكسيون بوزيتيف. هو أنه إنسان مثلا لما يكون في 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 السوق الموازية، القانون يمنح له باش يجي يصرح بالنشاط تاعو، يجي إدارة الضرائب، وإدارة الضرائب تعطي له امتيازات لمدة 3 سنوات، وبعد هذه الفترة تاع 3 سنوات يعطي له تخفيضات من الضريبة. مثلا نشيطين في سوق سكوار معنيين بهذه الإجراءات؟ كل لما نقول اللي ما همش مصرحين، كل اللي ما همش مصرحين مباشرة بعد ما يجوا يمارسوا نشاط ويكون مصرح، نعطوا لهم هذه الامتيازات. ننتقل إلى ملف العصرنة سيد بن علي، كان هناك مشروع للنظام المعلوماتي. نعم. متى سيدخل حيز التطبيق؟ نعم، هذا الموضوع هام بالنسبة لإدارة الضرائب، ويدخل حيز النظام المعلوماتي الجديد، يدخل حيز تطبيق، أي يدخل في جميع التراب الوطني ابتداء من أول جانفي 2019. نقول باللي أن هذا النظام المعلوماتي هو سائر المفعول في بعض
المراكز تاع الضرائب في بعض الولايات، وسوف يعمم ابتداء من اول جانفي. ونقول بان هذا النظام المعلوماتي الجديد سوف يحدث ثوره بالنسبه لتسيير الضريبه وبالنسبه للتسهيلات اللي نمنحها للمكلفين بالضريبه. كيف؟ هو اننا ان المكلف بالضريبه يعود يصرح ويدفع الضريبه تلقائيا الكترونيا، اي عن بعد، اي من المكتب تاعو من المنزل يمكن له ان يدفع الضريبه ويصرح بها. يمكن له ايضا ان يشوف الملف تاعو مباشره، يعرف ما هي الالتزامات اللي ولا عنده ديون، يعرف ولا اذا كان عنده نزاع يعرف وراه سير الملف تاعو الجبائي، اي انه يمكن ان يطلع على جميع ما يتعلق بالملف الجبائي تاعو. وهذا كيف الاطلاع يكون 24 ساعه على 24 وسبعه ايام على سبعه ايام، اي في كل وقت يمكن له ان يلجا لهذا النظام المعلوماتي ويتحصل على جميع المعلومات. وهذا ايضا يعتبر خطوه كبيره ايضا بالنسبه حتى للاعوان تاعنا، بحيث ان تسيير هذا تاع النظام المعلوماتي يسهل لهم من اداء الخدمه ويربح الوقت. وايضا وهذا النظام يقضي ايضا على التهرب ويقضي ايضا على الرشوه، لان كل المعلومات راهي موجوده تلقائيا والكترونيا في النظام هذا المعلوماتي الجديد. ونظن هكذا نكونوا تخطينا خطوه كبيره بالنسبه لتبسيط الاجراءات لفائده المكلفين بالضريبه. قلتم بان هذا النظام سيقضي على الرشوه، اي هناك اعتراف ضمني بان فيه ظاهره الرشوه في المديريه العامه للضرائب؟ لا، احنا عمرنا ولا نكرنا بان هناك بان ما عندناش رشوه. حتى احنا في يمكن الاطلاع على الموقع الالكتروني تاع المديريه العامه للضرائب، في كل سته اشهر ننشر قائمه تاع كل الأشخاص الذين ارتكبوا جرائم تكون عليها عقوبات تأديبية أو عقوبات جنائية أو إدارية. وعندنا كل طبيعة الخطأ المرتكب. هكذا نترك الإشاعة تنتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ربما هذا السؤال استبقناه أو أتينا به من مواقع التواصل الاجتماعي. هكذا دائما نحدد النقاط على الحروف أحسن من قبلكم أنتم بالطبع. يعني احنا نستبقوا الامور وننشروا بكل شفافيه كل المرتكبين، ونعطوا وين يخدم، الخطا اللي ارتكبوا، العقوبه الى كل التفاصيل. وهذه ايضا حتى الدول، بعض كثير من الدول المتقدمه ما عندهاش هذا الاجراء، وما يحسنوا هذا الاجراء. لما كنا في اتصال مع ادارات الضرائب تاع الاجنبيه استحسنوا هذا الإجراء. جميل، ممتاز. بالنسبة للضريبة على الثروة سيد بن علي، كانت السنة الماضية تم فرضها بعد تم إلغائها، هل ستعود مع قانون المالية لسنة 2019؟ والله الضريبة على الثروة كانت ألغيت في السنة الماضية. وأنا كموظف في إدارة الضرائب ما نجمش نأول الأمور، وهذا من اختصاص المشرع. إذا المشرع أنشأها احنا ننفذوها، وإذا ما نشأش هذه الضريبة احنا نقعدوا نطبقوا في النظام الجبائي المعمول به والمنصوص عليه في التشريع. بالنسبة للضريبة على الممتلكات، ضريبة لامبوس سو الباتريمون هو ضريبة من سنة 1994 نطبقوها، وأنها تبدأ تطبيق تاعها إذا كان الأملاك أو الممتلكات تفوق الثمن تاع 50 مليون دينار جزائري، 5 ملايير سنتيم، ومباشرة نطبقوا طبقا كاين جدول، وإذا كان تفوق احنا نطبقوا هذا الضريبة. نعم، هناك مشكل كبير وهو تهرب أغلب الفرق الرياضية المحترفة من متهمة بالتصريح الكاذب لأجور لاعبيها، كيف ستتم التعامل معهم مستقبلا؟ نعم، الفرق الرياضية خاصة المحترفة عندها التزام تصرح الأجور وتدفع الضريبة. نقول بأن الكثير من الفرق تصرح وتدفع الضريبة على الأجور، ونعرفوا بلي أن هذه الفرق الرياضية خاصة فرق رياضة كرة القدم القانون يمنح لها
امتيازات وتحفيزات جبائية. ونقول بأن حاليا دولة درت تحقيقات لقيت بأن هناك بعض الفرق تتهرب، يعني ما تصرحش. نعم إذا كان عندنا معلومات بأن ما تصرحش نطبقوا عليها القانون. كان بعض الفرق مثلا لاعب تاعها يتقاضى 150 مليون سنتيم، وعند في التصريح تقول لك هو يتقاضى 40 مليون سنتيم، كيف تتعاملوا معهم؟ نعم احنا نشوفوا التصريح، عندنا معلومات، نشوفوا المحاسبة تاع الفريق إلى آخره، وإذا كان عندنا معلومات بأن يتقاضى أكثر ناخذوا الإجراءات المعبول بها طبقا للقانون. مثلا فيما تتمثل هذه الإجراءات؟ نعم إذا كان عندنا معلومات بأن معلومات لكن حقيقية ديزارغيومون فالابل كونكري احنا يعني كان عندكم مثال وطبقنا. لا أنا الآن ما عنديش مثال، لكن إذا كان عندنا معلومات تثبت بأن الأجر المتقاضى هو أكبر مما صرح نتخذوا العقوبات النص عليها في القانون. واضح. نعم. المواطن الجزائري، قبل ما نختم زميلي قمر الدين، المواطن الجزائري متخوف من ارتفاع نقول رابع لأسعار البنزين منذ دخول الجزائر في أزمة النفط، هل سيكون هناك ارتفاع في سنة 2019؟ والله نفس السؤال تاع الضريبة على الثروة. أنا الآن أنا خمسين على جيب المواطن. احنا ما نجموش، لا ما نجموش اون بو با ديفيني لافونيغ، دونك لازم احنا حاليا أسعار البترول هام كيما راهم، وإذا كان ارتفعت في سنة 2019 والمشرع الجزائري البرلمان بغرفتيه يرفع نطبقوا هذا القوي، إذا كان ما رفعش ما رفعش. البرلمان الجزائري راه يمشي مع قرارات الحكومه، كل ما يكون في رفع الا وتكون هناك مصادقه. لا لكن بصح طبقا للقانون البرلمان هو المشرع الوحيد الذي يمكن له ان يؤسس الضريبه او يحدد الوعاء او طرق التحصيل او الاعفاءات، هو المشرع، لا يوجد اي جهه اخرى من غير المشرع لينشا القانون. وبالتالي نعطيك مثال، بعض الاحيان الحكومه تقترح ضرائب ما يرفضها البرلمان كما هو الشأن بالنسبة للرسم على القيمة المضافة، العام اللي فات ضريبة على الثروة، لكن السنة الجاية كما يقول لك غدوة دومان سي نوتر جور ويوم آخر. شكرا لك، شكرا جزيلا. آخر سؤال إذا كان ممكن، يلا بعجالة رجاء. أين توجه الأموال الضريبية؟ فيما تستعمل؟ أموال ضريبية هي أول، هذا سؤال وجيه، فيما تستعمل الضرائب؟ الضرائب تستعمل أولا في دفع أجور كل موظفين والأجراء، أن تستعمل أيضا في إنشاء كل الهياكل العمومية سواء كانت مدارس، مستشفيات، ثانويات، طرق سيارة، طرق المستشفيات، إلى كل هذا المصالح العمومية هي بفعل الضرائب. كذلك الضريبة الفائدة أنها تمول كل الجماعات المحلية، ونعرف بأن الجماعات المحلية عندها دور بالنسبة للمصلحة العامة للمواطنين التابعين لها إلى آخره، كل هذا يجعل من أن الضريبة هي عندها فوائد إيجابية بالنسبة للاقتصاد، عندها فائدة اقتصادية، فائدة اجتماعية. مثلا إذا كان بعض الناس ما عندهمش مداخيل، أو عن طريق إعادة توزيع الضرائب نعطيك مثلا التحويلات الاجتماعية. نعرفوا بلي فقط في سنة 2017 كانت التحويلات الاجتماعية في أو 18 في قانون المالية تاع 2018 كانت 1760 مليار دينار. هذه كل هذه باش تمول المواد لي سوفونسيوني لي برودوي سوفونسيوني المدعمة من الدولة، تمول أيضا الناس اللي ما عندهمش مداخيل ما محتاجين، كل هذا هو دور الضريبة. شكرا جزيلا لكم.